إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض يطمئنك ويقول لا تخف ولا تحزن. لا تخف من المستقبل ولا تحزن على الماضي. أحياناً إنسان بالستين، خمسة وستين، سبعين بيعرف في أمراض عضالة تأتي في آخر سنوات العمر، في شلل، في ورم، في أمراض تنهد لها الجبال. المؤمن واثق أن الله عز وجل يحميه منها. ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. فأنت حينما تعيش تقياً تعيش حياة سعيدة. يعني أكبر عطاء إلهي أنه طمأنك. والدليل أن الصحابة الكرام في قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا. أنا أقول لكم هذه الكلمة، أنت اجهد أن تستقيم على أمر الله، ويجب أن يمتلئ قلبك ثقة بالمستقبل. ما في عندك دمار أبداً. لأهل الدنيا من بعدهم عن الله عز وجل بتوقع شلل. مرة في واحد زار مريض، يعني معه أزمة قلبية، وعامل بيت يعني معتني فيه عناية تفوق حد الخيال. قال له لصديقه الزائر، قال له خايف هالمرة اللعينة بعد ما موت تزوج واحد يجي على هالبيت على بارد الماء. شو الحالة هيك؟ بتلاقي البعيد عن الله عنده قلق دائم، عنده خوف، عنده شعور أنه هو حيتدمر. لا لا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مؤمن غالي على الله. أنا بدي النقطة تكون واضحة عندكم، ما دمت مستقيماً على أمر الله يجب أن تشعر بالأمن. والله عز وجل يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أنت ألا تعجب من قوله تعالى أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون؟ يعني تصور أن الله عز وجل يعامل واحد فاسق يعامل واحد مؤمن كما يعامل فاسق؟ مستحيل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ دعك من الآخرة، الحياة الدنيا مستحيل أن يكون المؤمن كغير المؤمن. في بيته، في صحته، في زواجه، في أولاده، مستحيل في الدنيا قبل الآخرة. والدليل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم. معقول؟ حياتك غير حياته، زواجك غير زواجه، عملك غير عمله، دخلك غير دخله، سمعتك غير سمعته. أنت مؤمن، فأنا أتمنى أن المؤمن إذا استقام على أمره تماماً ألا يسمح لوساوس من الشيطان أن تخيفه من الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. أخواننا الكرام، هذه السكينة أجمل ما عند الله، أحلى عطاء من الله. سكينة تقعد مع مؤمن، والله فقير ما عنده شيء، عنده ثقة بنفسه وعنده ثقة بالله، عنده شعور بالسعادة ما بنوصف. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. إذاً فأنزل الله سكينته، شعور بالراحة،
شعور بالسعادة، بالطمأنينة، بالرضا، شعور بالأمن، عدم الخوف من المستقبل. عندك بيت وزوجة، بيتك إسلامي، زوجتك محجبة، البيت في صلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما في كلام بذيء، ما في نظرات لا ترضي الله عز وجل، ما في ملهيات في البيت تبعدك عن الله عز وجل، بيت إسلامي. ماذا تنتظر من الله؟ أن تعامل. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. لك معاملة خاصة في كل الأزمات العامة، لك معاملة خاصة. فأنزل الله سكينته عليه. بعضهم قال على سيدنا الصديق أنه كان قلق، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اعتقد يقيناً أنه لا يمكن أن تكون كلمة الذين كفروا العليا. قد تعلو أحياناً لفترة محدودة ثم تسقط. لذلك يعني ما في جهة ابتعدت عن الله وتألقت وقويت ثم انهارت إلا الإسلام. إذا كنت مع الله كان الله معك، أنت في قوة دائمة وفي تألق دائم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لكن مرة أحد الإخوة الكرام توقع أن حركة الكلمة الثانية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، فهو توهم أن واو عطف، هي توهم أنها واو عطف. قال لي ليش مو جاي بالفتح؟ قلت له لو كان عطف عندنا مشكلة كبيرة، يعني جعل كلمة الذين كفروا السفلى بعد أن كانت عليا، وكلمة الله هي العليا دائما في أي زمان في أي مكان. وكلمة الله استئناف، واو استئنافية، وكلمة الله هي العليا دائما. دائما كلمة الله هي العليا. الحق هو المنتصر، المصير للحق، العاقبة للمتقين. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هلا انت اي طرح لاي موضوع، طرح ارضي بعيد عن الدين سينهار. يعني مثلا كم فرقة ضالة جاءت للعالم الإسلامي؟ والله آلاف الفرق، وقويت وتلاشت، لم يبقى إلا الإسلام. هذا دليل كبير جداً. أي فرقة ضالة غيرت وبدلت وانحرفت بعقيدتها وسلوكها تلاشت، ولم يبقى على الساحة العامة إلا الإسلام كطود شامخ. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا دائما. جعلها سفلى بينما كلمة الله هي العليا دائما. والله عزيز حكيم. فأنت اطمئن كمؤمن، الله سوف ينصرك. أما إذا كان نصرك إنسان ودعمك ودعم مقولتك ودافع عنك، وقف أمام خصومك وقفة جريئة، هذا كسب عمل صالح كبير. أما لو تخلى عنك كل من حولك، الله لا يتخلى عنك. حقيقة مهمة. الله عز وجل يريدنا أن ننصر الحق كي نرقى عنده، كي نكون أبطالاً عنده، كي يرقى بنا هذا النصر إلى عليائه. لكن لو تخلينا عن نصرة أهل الحق، الله ينصرهم ويستغني عنا بنصرتهم. فأنت إن نصرت أهل الحق من أجل أن ترقى عند الله فقط، أما هو سوف ينصرهم. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني النبي الكريم علمنا في درس الهجرة حقائق بليغة جداً. هو كإنسان أخذ بالأسباب، اتجه إلى غار ثور، قضى فيه أياماً ثلاثة، ثم استأجر خبيراً بالطريق
وناقة جيدة وهاجر بها، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، اتجه نحو الساحل ليعمي على المطاردين حركته، قبع في غار ثور أياما ثلاثة، استأجر دليل للطريق وراحلة، أخذ بالأسباب كلها، لكن لما وصلوا إليه ما كان يعتمد على هذه الأسباب التي أخذ بها، كان يعتمد على رب الأرباب. فلما وصلوا إليه قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا الكلام أخواننا الكرام ينقلنا إلى حقيقة دقيقة، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائماً أن تأخذ من طرف العصا قضية سهلة جداً، أما أن تمسك العصا من وسطها القضية تحتاج إلى مهارة عالية جداً. فأن ألا تأخذ بالأسباب كشأن المسلمين اليوم قضية سهلة جداً، أو أن تأخذ بها كأهل الغرب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها وأن تنسى الله قضية أهون. كلا الطرفين خاطئ. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني ممكن تقرأ الكتاب المدرسي عدة مرات وتلخصه كله وتحفظه كله، وفي الوقت نفسه وأنت على هذا الإتقان الشديد من أعماق أعماقك تقول: يا رب أنت المسلم، أنت الذي تلهمني الصواب في الامتحان. الإنسان حينما يأخذ بالأسباب ينسى مسبب الأسباب، حينما يأخذ بالأسباب ينسى الله عز وجل. عندك سفرة إلى حلب بمركبتك، أجريت مراجعة للسيارة تام، كل شيء راجعته، جاهزية تامة. عندك إمكان بعد هذه المراجعة التامة أن تشعر بافتقارك إلى الله، أن تقول: يا رب أنت المسلم، يا رب احفظني في هذا السفر، يا رب أنت رفيقي في السفر، وأنت خليفتي في الأهل والمال والولاد. الشيء المألوف، الإنسان إذا أخذ بالأسباب وكان إيمانه ضعيفاً ينسى مسبب الأسباب، ينسى الله. وأنه حينما لا يأخذ بالأسباب وهو عاصٍ لله عندئذ يتواكل على الله، يا أما تواكل يا أما أخذ بالأسباب واعتماد عليها. أما الموقف الكامل الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه موقن بنصر الله له، مع أنه موعود بالنصر، أخذ بالأسباب، أعد العدد، يعني بكل معركة من معاركه كان يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدئذ يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر، أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لكن المشكلة أن هذه الخطة المحكمة توجه نحو الساحل وقبع بغار ثور أياماً ثلاثة، هذه الخطة المحكمة مع كل هذه الخطط والاحتياطات وصلوا إلى الغار. الحكمة من وصول الكفار إلى الغار أن يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ بالأسباب لم يكن يعتمد عليها، كان يعتمد على الله. فلما قال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين
الله ثالثهما. في رواية ضعيفة أنه سيدنا الصديق قال للنبي الكريم وهو يعني خائف، قال يا رسول الله لقد رأونا. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يعني أنت إذا كنت مع الله عز وجل ينبغي ألا تخاف. إذا كان معك خالق السماوات والأرض، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أخواننا الكرام، والله أن يكون الله معك في متناول يد كل مؤمن، كن معه يكون معك، كن معه مطيعاً يكون معك ناصراً، كن معه يكون معك. وهذا متاح لك المؤمن، أنا لا أتكلم عن حالات خاصة، متاح لكل واحد منكم. إذا كنت مع الله كان الله معك، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنا أقول دائماً إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. فأنزل الله سكينته. أخواننا الكرام، قد تكون قوياً وقد تكون غنياً وقد تملك حل لكل مشكلات أهل الأرض، وإذا تخلى الله عنك ترى كم أنت ضعيف. وقد تكون ضعيفاً، فإذا كنت مع الله شعرت بقوتك. القوة والضعف قضية نسبية، إن كنت مع الله شعرت بقوتك، وإن كنت بعيداً عن الله شعرت بضعفك. لذلك الله عز وجل يقول فيما يرويه النبي عن ربه، الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كيف يكون المؤمن قوياً؟ بالله عز وجل، يستعين بالله، يتوكل على الله، يستقيم على أمر الله، يدعو الله عز وجل. يعني باب الدعاء هناك غفلة عنه كبيرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، ادعوني أستجب لكم. والله أيها الإخوة، لو فتحتم على أنفسكم هذا الباب الكبير من الخير، باب الدعاء، اسأل ربك كل شيء، اسأله ملح طعامك، هيك بالحديث ورد، اسأله حاجتك كلها، اسأله سسع نعلك إذا انقطع. من لا يدعوني أغضب عليه، اسأله، اطلب منه، أقم مناجاة بينك وبينه، يا ربي وفقني، يا ربي ألهمني الصواب، قبل أن تخطب امرأة، يا رب هيئ لي زوجة صالحة، زوجتك حامل، يا رب اجعل هذا الابن صالحا، اسأله، ناجيه، لكن من الذي يناجي ربه؟ المستقيم. المخطئ يستحي أن يناجيه، أنت استقم على أمره واسأله كل شيء، اسأله حاجتك كلها ولا تقلق. إذاً إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه النبي الكريم لا تحزن إن الله معنا. الكلام دقيق جداً، أتمنى أن يكون واضحاً لديكم. النبي أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، لكنه لم يعتمد عليها، اعتمد على الله. فلما وصلوا إليه قال يا رسول الله لقد رأوه، أو لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر
ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الموقف الكامل ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فأنزل الله سكينته. شو هي السكينة؟ الله عز وجل يرزقنا السكينة. السكينة حالة أمن عجيبة، حالة راحة نفسية عجيبة، حالة ثقة بالمستقبل عجيبة، حاجة شعور بالتفوق عجيبة، حاجة شعور بالقوة عجيبة. سكينة. الله عز وجل أنزل عليك السكينة، آية قرآنية. فأنزل الله سكينته تسكن بها، ترتاح، لا تخاف أحداً، لا تخاف دماراً، لا تخاف فقراً، لا تخاف مرضاً عضالاً. النبي الكريم أعطي دواء لذات الجنب، مرض عضال، فغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. وأنت أيها المؤمن، أنت حينما تقرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون،